شنك ما تدري صار يوم الطبة والدار. أنا وأهلي صاروا بعيدين ما ظن بعد يلفوني. والله ونزل ويم قبر حامد جار أحول وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. من أعظم الهبات والهدايا الإلهية لعبده المؤمن أن يجمع له شرف الزمان والمكان، وهذه النعمة بحمد الله أعطيناها هذه السنة في شهر رمضان المبارك، المائدة الإلهية المبثوثة، الزمان مقدس، كل آن من آنات شهر رمضان نحن في الضيافة. كن نائما أنفاسك تسبيح، نعم أنفاسكم فيه تسبيح، نومكم فيه عبادة. الأدعية التي كانت محبوسة طوال العام، اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، هذا الحبس فتحت أبوابه. المؤمن يدعو في شهر رمضان وهو متيقن بالإجابة، وخاصة ساعة الإفطار، هذه الساعة اغتنموها، شدة الجوع والعطش تجعل الإنسان ذاهلا، عينه على كأس الماء البارد، عينه على الطعام الشهي. اتفاقاً في هذه اللحظة، هذه الوقفة مهمة، من يسمع حديثي هذا إن شاء الله نوفق للعمل به. اتفاقاً من موارد المجاهدة في شهر رمضان هذه الساعة في قمة الجوع والعطش، قبل أن تشرب ماءً بارداً توجه إلى الله عز وجل، سل الله ما تشاء. تذكر عطش الحسين عليه السلام. الآن لا نتوقع من أنفسنا في كل إفطار مثلا نبكي على عطش الحسين عليه السلام، ولكن في شهر رمضان مرة واحدة لو اتفق أنك بكيت على مصيبة الحسين عليه السلام وعطشه، بكيت على عطش ولده علي، بكيت على مصيبة عطش رضيعه، أنت كم من الفائزين في ذلك العام. أقولها وأنا بجوار سيد الشهداء وأمام القبر الشريف، أقولها مطمئناً من باب التعويل على كرمهم. لو أنك في ليلة من الليالي افتتحت إفطارك بالبكاء عليه، شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني إلى آخره، ثق أنك من الذين تشملهم الرحمة والمغفرة. فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون، فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام دائما وأبدا. فكيف إذا كنت صائما وفي شهر رمضان وعلى مائدة الإفطار، فكيف إذا كنت في حرمه أيضا؟ المؤمنون في شهر رمضان يفطرون على شيء وهم بجوار قبر الحسين عليه السلام. إياك وإياك أن تشرب ماء باردا في حرمه وتنسى عطشه. إذن شرف الزمان والمكان، هذه النعمة بحمد الله أعطيناها.
وأنا أعاهد إخواني وأخواتي، أنتم بحمد الله متنعمون بالحضور، بالحضور بين يدي المولى، ولكن أعدكم والله عز وجل يعينني على وعدي، كل من يسمع حديثي هذا الحديث الآن يسمعه الكثيرون في شرق الأرض وغربها، نشركهم جميعا فيما نحن فيه بعد المجلس إذا سلمنا على الإمام، سلامنا نيابة عنكم جميعا إن شاء الله. في هذه الأيام المباركة اخترنا لكم موضوعا محوريا، حديثنا في هذه الليالي والأيام إلى متى يمتد بيد الله عز وجل، ولكن أمنيتنا رجاؤنا، وأنتم الإخوة المستمعون والمستمعات، اسألوا الله عز وجل أن يبارك في مقالنا، جولة سريعة في مضامين المناجيات 15. هذه المناجيات لمن؟ لولد إمامنا الذي دفنه بيده. كل شيء مرتبط بالإمام زين العابدين عليه السلام مرتبط بوالده، يعني وأنا أشرح مضامين المناجيات 15 إمامنا الحسين يفرح كثيرا. أنت عندما يأتيك إنسان يمدح ولدك يقول ولدك كذا وكذا، مدح الولد، ولكن أنت الوالد يتهلل وجهك فرحا. نحن نريد في هذه الأيام أن نطرح الزاوية المعرفية، كمال المعرفة، العلاقة الرقيقة بين إمامنا زين العابدين عليه السلام وبين رب العالمين. وهنا أقولها بين قوسين سريعين، هذه الجملة تذكرها في أيام محرم. أنا لا أستبعد أن الإمام زين العابدين عليه السلام كان يلهج بمضامين هذه المناجات والأغلال في عنقه، الأغلال الجامعة، كان يلهج بهذه المناجات وهو في طريق الأسر إلى الشام. كم كان ثقيلا على العرش الإمام، يئن في الأثقال، يرى العمات وبنات النبوة وهو يلهج بذكر الله عز وجل بهذه المضامين، إلهي لك العتبة حتى ترضى وغير ذلك. إذن هذه تراث إمامنا زين العابدين صلوات الله عليه. هنا بعض الأبحاث المقدماتية، هذه الكلمات هذا اليوم تغنينا عن التكرار في الأيام القادمة. نحن في خدمتكم في هذا الوقت في كل يوم إن شاء الله إلى أن يشاء رب العالمين. هذه المناجيات المؤمن حقيقة في غنى عن بحثها السندي. أولا الدعاء المناجات إذا كان واردا في الصحيفة مثلا في كتب الأعلام، هذا الورود يكفي للمتابعة والذكر. نحن لا نبحث في سند دعاء كميل، نحن لا نبحث في سند دعاء الصباح، نحن لا نبحث في سند دعاء أبي حمزة في جوف الليل، يعني دعاء إمامنا السجاد رواه أبو حمزة. المضامين شاهدة على أن هذه المضامين لا تصدر إلا من بيوت النبوة. هذه المناجيات 15 فيها رائحة إمامنا زين العابدين صلوات الله عليه. دعاء كميل فيه رائحة إمامنا أمير المؤمنين، السبك، الخطاب، اللحن، طريقة الدخول والخروج، كلها شاهدة على أن هذا ليس اختراعا بشريا.
البعض له مناقشة يقول لماذا لم يرد ذكر الصلاة على النبي وآله كثيرا في هذه المناجيات، ما دام ذكرنا الصلوات ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. الجواب على هذه الشبهة أن أئمتنا عليهم السلام ما ذكروا دعاء وإلا وديدنهم ذكر الصلاة على النبي في أول الدعاء وآخره. الراوي عندما ينقل الدعاء طبيعي يركز على مضمون الدعاء نفسه، فإذا هذه الإشكالية غير واردة. وعلماؤنا خلفا عن سلف تعاملوا مع هذه المناجيات، نعم تعامل المناجات المنسوبة إلى أئمتنا عليهم السلام، أي إلى إمامنا زين العابدين صلوات الله عليه. بقي من الوقت القليل، البناء على الاختصار والاقتصار. إخواني، ما معنى المناجات؟ لماذا لم نقل الأدعية 15؟ لماذا تسمى مناجات التائبين؟ إن شاء الله لو أكملنا هذه الدورة سنمر على بساتين جميلة جدا. يوم نناجي مناجات التائبين، يوم مناجات المريدين، في يوم مناجات الشاكرين، وهكذا. فرق بين الدعاء وبين المناجات. مرة عندك حاجة إلى الله عز وجل، تريد مبلغا، شاب يريد فتاة، هكذا حوائجنا، هكذا ما نريد، دارا أو مالا أو شفاء أو اقترانا بمن نهوى. حوائج الدنيا في 5 حوائج رئيسية، باقي الحوائج حوائج الآخرة. المهم تدعو بهذه الأدعية. لو أنك أثناء الدعاء مثلا جاءك أحد وقال في أذنك يا فلان قضيت حاجتك، مريضك شفي، تقطع الدعاء. يعني بلسان الحال تقول ما لي والدعاء، دعوت للشفاء، وسط الدعاء بلغت بالإجابة، نعم تغلق كتاب الدعاء. إذن دعوت تريد أمرا، الأمر أعطيت، انتهى الأمر. ولهذا البعض يأتي لزيارة الحسين عليه السلام ينوي الإقامة أيام وليالي لحاجته، إذا قضيت الحاجة قبل الموعد يخرج من كربلاء ويعود إلى الوطن يقول قضيت الحاجة، هذا دعاء ولا ضير. نحن نقول إن كانت لك حاجة توجه إلى الله عز وجل، قبل أن تذهب إلى الطبيب تعال إلى المشهد، عندك عملية جراحية خطيرة بين الموت والحياة، لا تسلم نفسك للطبيب إلا وقد جئت إلى الحائر إلى القبة. من الممكن أن لا ترجع من غرفة العمليات سالما حيا، اذهب إلى الطبيب الأعظم، سل الشفاء. تريد أن تخطب فتاة أيها الشاب، لا تستمت عليها، اذهب إلى الحرم وقل يا رب إن كان في الأمر صلاح يسر، وإلا لا أريدها. إن أردت الهجرة إلى بلاد الغرب وتترك هذه الأنوار الطاهرة في الحرم، قل يا رب قلبي عند المشاهد، سفرتي هذا إن لم تكن في مرضاتك يا رب ما لي وهذا السفر، وهكذا. في الحوائج المهمة لا تستمت ولا تصر، قدم الدعاء وكن صادقا وقل يا رب، يعني هذه المضامين قلها وأنت صادق، ولعل الذي أبطأني هو خير لي،
لعلمك بعاقبة الأمور. رب العالمين يعلم عاقبة هذه الزيجة، قد تتزوج بامرأة لا تلد لك، تتزوج بامرأة تشاكس لاحقا، قدم الطلب، كن داعيا وفوض الأمر إلى الله عز وجل، ولا تندم ولا تتأثر إن رأيت الأمور تجري في مسير آخر. هذا هو الدعاء. أما المناجات، كل هذه مقبلات ومشهيات. أما المناجات، المناجي كنوا معي، وصلنا إلى فقرة عاطفية في حديثنا اليوم. راجع كتب اللغة، يقولون المناجات أن يسار إنسان، نعم، بمناجات خفية مع من يحب أو من لا يحب، هذا القيد لم أره، أن تتكلم كلاما خفيا، أن تناجي أحدا. في أول سورة مريم نادى ربه نداء خفيا. المناجي لا يطلب حاجة دائما وأبدا، يبدي أشواقه إلى الله عز وجل. يا نعيمي وجنتي لا تريد شيئا، تسار تتكلم مع ربك، تناجي ربك، هذه المناجات هي الهدف. في الدعاء بعض الأوقات الهدف هو ما وراء الدعاء، كما قلنا تريد شيئا، ولكن صاحب المناجات لا يريد شيئا، أي شيء، يريد أن يحدث ربه. موسى عليه السلام قيل له وما تلك بيمينك، أخذ يطيل الحديث، عصاي أتوكأ عليها أهش بها على غنمي، يريد أن يحدث ربه. شوق الحديث مع الله عز وجل أنطق الكليم. كن هكذا، لا تنادي رب العالمين لحاجة، سل الله عز وجل أن يعطيك لذة المناجاة. بناؤنا، وأنا عيني على هذه الساعة دقائق بقي من الوقت، كان بنائي أن أجعل حديثي هذا اليوم حول مناجاة التائبين، وغدا مناجاة الشاكين. إلى منتصف الشهر نرجو أن نأتي على هذه المناجيات 15. لا نريد أن نستقطب الإخوة هكذا، نعم، ولكن طلبا أخويا. في هذه الساعة حاول أن تكون معي في هذه الجولة الإلهية الربانية. في كل يوم نذكر بستانا، ندخل في بستان من بساتين إمامنا زين العابدين عليه السلام. أول كلمة يقولها الإمام: ألبستني الخطايا ثوب مذلتي. الإنسان صاحب الخطيئة الذليل، أي ذلة هذه؟ أي ذلة أكبر وأعظم من أن يركبك الشيطان؟ رأيت صاحب الدابة بيده عصا، بمجرد أن يقف الدابة يضربها بالعصا، يعني امشي يا حيوان. الشيطان يركب البعض، إذا صار بطيئا في المشي حاول أن يتمرد يضربه بعصا الشهوات، امشي يا عبد، أيها العاصي اسمع كلامي، انظر إلى المنظر الحرام. الشهوة سفير إبليس في وجودك، تريد أن تصبح عبدا، ولكن هذه الشهوة عصا إبليس في وجودك. لا تكن دابة لإبليس، إبليس يركبك وعصاه شهوتك وعصاه غضبك. كبار السن لا شهوة لهم،
ولكن الشيطان له عصا من نوع آخر، الغضب. بعض كبار السن عندما يغضب يخرج عن طوره، عندما تعاتبه يقول الأمر ليس بيدي، أنا كبير السن لا أتحمل، يعني أنا أقبل أن أكون مطية لإبليس، ألبستني الخطايا ثوب مذلتي. ثم إمامنا في مناجاته يقول فإن طردتني من بابك فبمن ألوذ. إنسان طرد من باب العبودية الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر، بالله عليك لئن مر عليك شهر رمضان بلياليها وأيامها، ليالي القدر مرت عليك، البعض يتشرف بالمشاهد، ولكن إذا خرج الشهر ولم يغفر لك أين تنتظر المغفرة؟ في شوال؟ في أي فرصة؟ كنت عند السلطان ولم يغفر لك، يغفر لك وأنت خارج القصر الملكي. نحن دخلنا قصر الملك في أول ليلة من ليالي شهر رمضان، كلنا ضيوف الرحمن، الضيف مدلل، الضيف محترم، الضيف إذا اعتذر من صاحب المنزل ولو كان بينهما دم صاحب المنزل يغفر له. إذن إن طردتني من بابك فبمن ألوذ. كلمة أخيرة ونختم بها الحديث. إلهي إن كان الندم على الذنب توبة فإني لك، فإني وعزتك من النادمين. حاول في مقتبل شهر رمضان المبارك أن تكون لك وقفة مع رب العالمين. الندامة، ما هي علامة الندامة؟ أخواني كونوا معي في ختام الحديث. التوبة متوقفة على الندامة، الندامة متوقفة على أي شيء؟ إذا وصلت إلى درجة رأيت الحرام في باطنك قبيحا، إذا وصلت إلى هذه الدرجة نعم تندم. إن رأيت إلى الحرام وأنت مستلذ أنت لا يؤمن عليك، في شهر رمضان قد تترك، ولكن بمجرد دخول هلال العيد تعود إلى الحرام ثانية. صلى الله عز وجل أن يكره إليك الكفر والفسوق والعصيان وأن يحبب إليك الإيمان. أختم حديثنا بدعاء الفرج لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. في ساعة الإفطار لا تنسى الدعاء له بالفرج. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا، دليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.